السلام عليكم المشاهدين، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى دائما تكونوا بخير. اليوم ان شاء الله خديجه في الكوزينه، غادي تشوف واش عدرنا. اش عدير لنا خديجه؟ قبل ما نقول لكم واش غادي ندير لكم، غادي نسلم على المتابعين ديالنا بعدا. السلام عليكم المتابعين ديالنا، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ هانيا بخير، نتمنىكم تكونوا بخير وعلى خير، ونلقاكم هذا الفيديو في احسن الاحوال ان شاء الله وانتم كتفرجوا فيه. وبلا ما نطول عليكم، اليوم ان شاء الله غادي ندير لكم واحد العصير فاعل تاعك. انتم كما كتشوفوا هنايا عندي الحامض، وعندي هنايا هذا شنو يقولوا ماندارين ولا نافي ولا مشكوش ماندارين ماشي نافي قوي ماندارين. وعندي هنا واحد جوج تفاحات وجوج بنانات انتما كما كتشوفوا، هذا الحامض ولكن اللي كيقولوا الليمون حنا كنقولوا الحامض. وغادي ندير بهم واحد العصير فاعل ان شاء الله. وهانتوما معايا دابا غادي ندوز باش غادي نقي هاد الفواكه اللي غادي ندير بهم العصير. هاد العصير غيجي منعش وغيجي رائع انتما معنا، ونتمنى الله يعجبكم. وقولوا لي كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كي دايرين مع شي برد؟ كاين شي برد ولا ما كاين والو؟ المهم حنا عندنا البرد وعلى الشتا اللي ما كايناش. هادشي راه عندي مغسول غسله مزيان. حنا عندنا هنا كيتباع 15 درهم هنايا الحامض. الحامض غالي هنايا، هذا جابو لنا خويا معاه شويه رخيص تما موجود، يعني تما 3 دراهم. 3 دراهم وهنايا 15 درهم اصلا. ايوا نتمنى الله يعجبكم هذا العصير. هذا واحد العصير غادي نديره ان شاء الله فاعل تارك. هذا العصير 100% ديال الحامض، الفواكه الاخرى غير رافقتهم معاه، ولكن 100% حامض. هذا نشجعو رمضان ان شاء الله، رمضان كنحتاجو بزاف ديال الانواع ديال العصير، وكيكون بعد بزاف كنتشعو بزاف ديال الحوايج. ايوا نوجدو نشارك معكم هذا العصير. هذا انا غير بغيت نشارك معكم العصير ديالنا وصافي. يقدر يتقشر حتى باليد هذا؟ ها يقدر لا غتقشر باليد، حيت هادو القشره ولا شنو هي ماشي تقشر، كيكونها لاصقه على الحمض. هاتو غنقي غير بالموس، غنقي بيد احسن. هاد الليمون تعكس في المقية، إيوا نتمنى من الله تشجعونا. وشكرا لكم اللي كيدخلوا عندنا، المشاهدين اللي كيدخلوا عندنا جداد، المتابعين ديالنا كنشكركم بزاف. ديما كيما حيت راه مكايناش معايا حيت خدامة، وأنا ولد ضروري خصني نتلاقى معاكم وضروري نشوفكم وضروري نهضر معاكم واحد شوية، ضروري أي حاجة هكا راني كنشاركها معاكم. المهم كنبغي نسلم عليكم وشكرا لكم بزاف والله. شكرا للمتابعين اللي دخلوا جداد والمتابعين القدام، وشجعونا طلعونا ال 20000 كار طلعت ليا في راسي 10 كار. البنات ديالي بحال هكا، دابا بقاو ليا تفاحات هما لي غنقيهم دابا. باش ندوزو باش غادي نوجدو معاكم هاد العصير. هدا واخا يكون البرد راه العصير ضروري ضروري نشربوه. اصلا العصير مزيان للبرد، خصهم فيتامين سي. فيتامين سي الحامض هو زوين. دابا بعد ما نقيت هاد الفواكه اللي عندي،
ها انتم الفواكه ديالي بعد ما نقيتهم ها انتم. ودابا ان شاء الله غادي ندوز باش غادي نديرها من هنايا في هاد الميكس هادي. ديري مع السكر ضروري من السكر حيت الحامض شويه حار حامض ولا الحامض حار حامض حامض سميتو راه كت فيها كلشي. هاد الليمون ما فيهش فيش العظم هنا. باش ديري بالحليب ولا بال لا غير بالماء. هاد العصير غادي نديرو غير بالماء. واللي ما بغاش يدير هذا السكر بلا ما يديرو اللي كيعجبو يقدر يشرب العصير بلا السكر غادي غيكون من الاحسن. انا غادي ندير السكر ولا ما نديرش بزاف. ودابا غادي ندير هاد السكر ديالنا هو غادي عندي هنا 4 ديال المقارط وغادي ندير الماء. لا ماشي بزاف ها 4 المقارط ماشي بزاف ماشي بزاف كيتحاور داكشي علاش كون ماشي الحامض تشربو هكاك ها كون ماكاش الحامض تشربو هكاك الحامض وهنا درت فيه الماء وغادي ندوز باش غادي نطحنو معاكم. بعد ما طحنتو المتابعين ديالنا غادي نصفيه في هاد الصفايه هادي هانتوما. وغادي نكمل هادشي اللي عندي هنايا. المهم هاد العصير هذا غيجي فاعل تاعك غير جربوه اللي ما عمرو جرب هاد العصير هذا ولكن ما كنضرش باش عمرو مجربش هاد العصير هذا. انا اللي بغيت نشارك معكم وصافي هادشي اللي كاين. غادي ندير فيه واحد شويه د الماء حتى هو نحاول ما نديرش الماء بزاف باش يجينا خاطر. وغادي نزيد معاه واحد شويه ديال التمر. ها انتم التمر بعد ما غسلتو حيت العظم وعاد نعاود عاوتاني نطحن هادشي اللي عندي ونرجع معكم ان شاء الله. ودابا بعد ما طحنت العصير ديالنا غادي نخوي حتى هو هنايا وغادي نصفيه مزيان. المهم كيما شفتوا واحد العصير فاعل تارك هانتوما. وغادي نصفيه ونرجع معكم ان شاء الله بعد ما نصفيه. ودابا كيما كتشوفوا بعد ما صفيتو هكا مزيان هانتوما كيما كتشوفو بقى هادشي هكا ديال العظم هادو شي داكشي ديال التمر كان واحد داك الجلوف وداكشي كيبقى هكا عندنا الفوق. والعصير هانتوما كيما كتشوفو راه بقى عندنا الفوق هكا. ايوا دابا كيما شفتو المتابعين ديالنا العصير ديالنا ها هو وجد. وكيما كتشفتو غير شويه ديال الديسير وحنا وجدنا عصير منعش وصحي. غادي نديرو بيه باش غادي نخوي في الكاس. ما كيما شفتوا هاد لاطا واحد الكميه هي كبيره. ودابا غادي نجيب هاد
هاد الصينيه هادي وغادي نخوي العصا ديالنا هنايا غادي نخرجوها قبل ما نبداو شي تكون داخل كما كتشوفوا ها هو العصير ديالنا ها هو وجد هانتوما ودابا غادي نخوي في الكويسات هكا كنقدموه مع شويه ديال الفاكهه بحال هكا كما قلت لكم حنا الفاكهه عندنا دائما موجوده في الدار هكا مره مره كنخطانا ماشي دائما نقولوا دائما ما كنحيدش من الدار ولكن المهم اكثر كتكون عندنا ديال الفاكهه اللي خرج كيجيب معاه وغادي نقدموه مع هاد الكويسه ديال العصير ونتمنى حاجه وحده اللي ما قلتهاش سمحوا لي ما قلتهاش في الاول كنقول مبروك عليك اختي رابحه اللي درتي لك العمليه وخرجت لك على خير وبخير الحمد لله يا ربي ورحنا والله العظيم ما ننسيكمش غير الظروف وصافي وان شاء الله شحال ما كان غادي نجيو نطلع عليك اختي رابحه وغادي نجيو نباركوا لفاطمه الزهراء حتى هي المهم غير باقي ما عندناش الظروف وصافي والحمد لله على سلامتك اللي درتي العمليه وكنشكروا عائله محبوبه كلهم الله يجازيهم بالخير هما كيديروا الخير الله يجعلهم ميزان حسناتهم يا ربي وشكرا لهم بزاف والله العظيم حنا متابعينكم ودائما كنتفرجوا الفيديوهات ديالكم الله يجازيكم بالخير وعمر ربي ما يخيبكم الصراحه الله انتم كديروا الخير مع الناس بزاف وعمر الله ما يخيبكم سمحوا لي ما قلتش في المقدمه الصراحه الله كنعيا نقولها في الاول والله العظيم الا نسيت لي من بالي يلا كنتفرجوا في واحد الفيديو ديالكم ودرنا قلت لها جينا نوجدوا هذا العصير وصراحه والله العظيم مشات لي من بالي المهم ماشي مشكل وخا جات متاخره وكنقول لكم الله يجازيكم بالخير كاملين وشكرا لكم بزاف ومبروك عليك مره اخرى اختي رابحه وكنشكركم بزاف وكان هذا هو العصير ديالي بلا ما نطول عليكم بزاف نتمنى الله يعجبكم هذا العصير اللي وجدت اليوم راه عصير منعش هانتوما وخاطر وصحي واي واحد يقدر يوجدو مش حاجه اللي هي كثيره ولا شي فواكه اللي ما كاينينش تقدر ديرهم غير بالحامض راه ديروا هذا العصير هذا غير انا كان عندي موجود التفاح والبنان والليمون كان عندي كان عندنا موجود في الدار داكشي اللي درتو معاهم يمكن لكم ديروهم غير هو بوحدو وهذا الشيء اللي كاين نتمنى الله يعجبكم وما تنساوش اللايك ديالكم هاد الكيس حتى نمشيو ليه عاد نخوي فيهم ان شاء الله ايوا هادشي اللي كاين ودابا بغيت نطول لكم بزاف ونطول الفيديو بزاف كنقول لكم السلام عليكم وحتى نتلاقاو ان شاء الله فيديو اخر ان شاء الله ومع السلامه. ايوا كما كتشوفوا المتابعين كان هذا هو العصر ديال هاد اليوم راه عصير منعش ما فيه حتى شي حاجه شي ملون زدته ولا شي حاجه هذا هو العصر كما هو طبيعي درتو بحال هكا وغادي نشاركو معكم ان شاء الله ونتمنى الله يعجبكم الا ما كانش اللويزات ندير نقدمو مع الحلوى ولا مع اي حاجه كانت عندنا في الدار ما كانش نشربو غير بوحدو حتى هو راه صحي انا غير كان عندي موجود داكشي علاش شاركتو معكم وكما عودتكم دائما انا كان شي حاجه كجديده راني كنشاركها معكم وكانت زوينه ولا قبيحه يقبلوا علينا وهذا الشيء اللي كاين ما طولش عليكم الفيديو بزاف.